ازيك يا كابتن محمد؟ ازي حضرتك؟ وكل سنه وحضرتك طيب والامه الاسلاميه بخير والشعب المصري كله بخير. مباراه غدا مهمه جدا بالنسبه للمصري البورسعيدي بجماهيره الغفيره اللي بتجهز لاحتفال، اللي بتجهز لدعم كبير جدا للنادي المصري في مباراته المهمه على استاد برج العرب بكره امام نادي سيراميكا، شايفها ازاي؟ طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت وبتتكلم عن الشارع البورسعيدي ومباراه الغد، يمكن انا متابع كمان بس يعني عشان القرب من جمهور النادي المصري، وكان ليا الشرف اني لعبت في النادي المصري في فتره من فترات حياتي المهمه جدا. شايف بقالي فتره من بعد كمان ماتش فيوتشر في قبل النهائي، شايف تحرك كبير جدا من الجمهور والشارع البورسعيدي في كل الاصعده اللي فيه، من اول محافظ بورسعيد لحد اصغر واحد في بورسعيد، كله بيتحرك عشان اليوم ده اللي هو مباراه الغد. الاسبوع اللي فات ده كله كان في استعدادات خاصه للجمهور في بورسعيد، شايفين الاعلام زي ما حضرتك كنت تفضلت والتقارير، وبشكركم بجد على التغطيه المميزه ليكم كمان في البرنامج والذهاب لبورسعيد وتوضيح الامور للناس، وازاي الناس في بورسعيد عندها شغف لمباراه الغد ان شاء الله باذن الله، وتتويج بطوله مهمه جدا بعد كاس مصر 98. فان شاء الله باذن الله الجمهور عمل اللي عليه، جمهور مساند وداعم بشكل كويس جدا للفريق. كان في سهر للجماهير عشان على المواقع عشان تحجز التذاكر، في ترحال كبير جدا رايح. شفنا كمان ان رجال الاعمال في بورسعيد بتوفر باصات للناس عشان توفر لسه هاب من شويه بتكلم على فريق عمل اللي هو الترحال اللي ازاي الجماهير تطلع من بورسعيد لبرج العرب، لسه شاكرهم على الهواء يعني، برضه مجموعه تشكر يعني. ما انا بقول لحضرتك يعني دي كلها حاجات تشكر للشعب الجمهور بورسعيد، ناس بتحب فريقها، ناس بتحب بلدها بشكل مميز جدا. كل ده بره الملعب يعني، كل ده بعيد عن كابتن ميمي او دكتور ميمي والفرقه، كل عمل اللي عليه مجلس اداره وفر كل حاجه يعني، ومتعاون وظهر الفرقه من امبارح، كان في اجتماعات مع الفرقه كلها ومع الجهاز. زي ما قلت لحضرتك كل ده بره الملعب، كل واحد عمل دوره، كل واحد عمل اللي عليه بره الفرقه. يتبقى بقى الدور الاهم اللي هو دور اللعيبه في الملعب، دور دكتور ميمي عبد الرازق والجهاز الفني المحترم اللي هو ادى الفتره اللي فاتت، ادى فتره محترمه جدا سواء في الدوري او في كاس الرابطه، عدى مراحل كبيره جدا، عدى مباريات بشكل مميز جدا. ازاي لما شفنا بيعدي فيوتشر في قبل النهائي الرابطه، ماتش كان كبير وبعد كده بيتفوق عليه في الدوري، ماشي في الدوري بشكل مميز وقدر يوصل للمصري المرتبه، كان الناس فخرت ان المصري يبقى موجود في اول خمس او ست فرق في الدوري الممتاز، لكن مع وجود دكتور ميمي والجهاز الفني غير كتير جدا من شكل وطموحات الجمهور الموسم ده. فاتمنى ان شاء الله بكره يكون التوفيق حليف في اللعيبه، اللعيبه تحس بقيمه الجماهير، بتعب الجماهير. لو اللعيبه فعلا حست بالتعب وحست ازاي الجمهور ده فعلا بيتعب عشان خاطرهم وهيتعب مسافه كبيره جدا وهيكون مؤازر بشكل كبير جدا، فاكيد اللعيبه هتموت نفسها بكره، مش هتبخل بنص تعالى على النادي المصري ولا جمهور النادي المصري، بيقابل فرقه محترمه، فرقه عندها عناصر مميزه جدا جدا جدا. الظروف ما كانتش خدناهم في الدوري ممتاز والنتائج كانت عكس الاداء بتاعهم او عكس الكواليتي اللي موجود داخل الفرقه، لكن فرقه سيراميكا ليها كل الاحترام، معاها جهاز فني جديد، جهاز فني الناس كلها بتشهد له بالكفاءه، كابتن ايمن الرمادي، وكان عامل موسم مع اسوان يعني جيد الى حد ما، لكن كواليتي اللاعبين في اسوان مختلف تماما عن كواليتي اللعيبه في سيراميكا كليوباترا، فاعتقد هيزيد من صعوبه اللقاء على فرقه المصري. انما المصري معاه حافز ومعاه دوافع كبيره جدا، معاه جمهور كبير جدا، هيبقى هيسبب ضغط على فرقه سيراميكا من اول دقيقه. اتمنى نشوف لقاء مميز بين الفرقتين، في عناصر مميزه هنا وهنا، اثنين مديرين فنيين على اعلى مستوى، وجود الجماهير كمان هيدي طابع مختلف للقاء، فاتمنى اللقاء يطلع بصوره مميزه جدا وصوره يعني تدل على الروح الرياضيه بين الفرقتين والكره المصريه وتطورها، وتكون يعني خير يعني حاجه تنهي بيها الموسم للنادي المصري او للسيراميكا، لكن انا اتمنى التوفيق للنادي المصري طبعا. اكيد نادي مصر هو ناديك ولعبت فيه، ولكن هي مباراه مهمه جدا، مباراه ما بين فريقين مميزين، لكن اللي انا شايفه الملحمه الكبيره، ملحمه الحب، ملحمه الدعم الكبيره جدا من جماهير النادي المصري ومع المحافظ عادل غضبان، مجلس اداره النادي المصري، كل القائمين على الكره والرياضه في بورسعيد داعمين كل الدعم. واكيد نادي المصري ده يا جماعه نادي مهم جدا ونادي كبير، نادي تاسس سنه 1920 بمدينه بورسعيد، وكان اول نادي. طبعا انا بشكر النجم الكبير
الكبير إيهاب المصري لو لسه موجود معنا. بشكرك إيهاب، شكرا جزيلا.